السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه باغادي ديوغو. سعيده جدا بلقياكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. غدا ان شاء الله يوم الجمعه وبزاف ديال العائلات المغربيه كيديروا كسكسو، فاليوم غنعطيكم طريقه تحضير كسكسو باش يجيكم لذيذ وكيجي المرق خاطر. المهم انه كيجي ناجح جدا وغادي يعجب العائله كلها باذن الله. فنمشيو على بركة الله نشوفوا المقادير وطريقات التحضير. غادي نبداو مرحلة بمرحلة غنشوفوا المقادير. دابا غنبداو بالنصيب، فأنا خديت هنايا دجاجة، ممكن ديروا أقل على حساب عدد الأفراد اللي عندكم وممكن ديروا اللحم. بالنسبة للدجاجة اللي استعملت أنا طوسية، وغنحتاجو جوج حبات ديال البصل يكونوا شوية كبار، أنا عندي هنايا بصلة صغيرة، وغنحتاجو الحبة ديال المطيشة. غنستعمل مازال المطيشة من بعد، فهذه غير باش غنصبيها يعني غير في المرحلة الأولى. بالنسبة للتوابل غناخدو الملحة حسب الذوق، وياريت إلى قدرنا نديرو الملحة الكافية من الأول باش ما يجيناش الدجاج باسل يعني يشرب هذيك الملحة من الأول. وغادي ناخدو معلقة صغيرة ديال الخرقوم بلدي، هانتوما الحجم ديال المعلقة ماشي صغيرة بزاف يعني ماشي ديال القهوة. وغنحتاجو معلقة ديال سكينجبير عامرة، فالدجاج كيبغي سكينجبير، ومعلقة ديال البزار ما عمرتهاش بزاف كما الاولين. هاد التوابل كلها راها مهمه بالنسبه للكسكسو وكلها عندها دور، يعني ضروري تكون بواحد الكميه، يعني نحاولوا ما نعطيو حقه في التوابل. وغادي نحتاجو شويه ديال السمن بلدي، يعني الا كان مصوب في الدار يكون احسن. السمن حتى هو كيلدد لينا بزاف الكسكسو، والناس اللي ما تيبغيوش ممكن يستغناو عليه، غير هو راه صراحه الكسكسو بلا سمن انا كيجيني ماشي كسكسو. مهم ممكن ديروا واخا غير شويه بلا ما يبان. كندهنوا الدجاجه ديالنا من برا ومن الداخل، كندخلوا شويه التوابل لهاد الجهه، جهه الفخيضات. وهنا ممكن هاد الدجاجه الا بغيتو ترقدوها ليله كامله في الثلاجه، تخليوها تبات في هاد العطريه حتى الغد. وهنا كندير واحد الافتحات بسكين في الصدر ديال الدجاجه، وكندخلوا شويه العطريه. هاد الفتحات ملي كطيب الدجاجه ما كيبقاوش يبانوا بزاف. وكنجمعوا رجيلات كما كتشوفوا، وإلا استعملتوا دجاجة اللي رومية فحاولوا تضغطوا عليها بحال هكا حتى كنهرسوا هاد العظيمات، وكنقلبوها ونضغطوا بحال هكا باش ما كتشتتش لينا ملي كطيب. إلا استعملتوا كروازي أو طوسي ماشي مشكل. وكنوضعوا الدجاجة على الصدر ديالها في الأول، كنزلو هاد التوابل اللي بقات. وغادي ناخد كاس ديال العنبة الا ربع ديال زيت الزيتون او خليط ما بين زيت الزيتون وزيت عادي. والبصلة بعد ما قشرناها وغسلناها كنقطعوها على شكل اجنحة كما كتشوفوا. هنا كنعطي التفاصيل بالنسبه للبنات اللي ما عمرهم حضروا الكسكسو، البنات او السيدات اللي اول مره غادي يحضروه باش كل شيء يكون واضح. وكناخدو مطيشة حتى هي قشرناها وحيدنا ليها الزريعة، وكنقطعوها طريفات. وبالنسبة للتوابل اللي بقاو كنفرغوهم، زدتهم شوية ديال الماء وكنفرغوهم في الطنجرة كما كتشوفو، وكنشعلو نار تكون مهيلة إلا كان عندنا الوقت. نخليو هاد الدجاجة تشحر على خاطرها حتى هداك المرق كيختار. مرة مرة كنقلبوها كما كتشوفو، ولكن المدة الكتيرة ديال الطياب تكون على صدر ديال الدجاجة لأنه هو اللي تياخد الوقت أكثر. صافي، بعد ما خليتها تشحرات مزيان فكتولي عندنا واحد المريقة خاطرة كما كتشوفوا. دابا غادي نضيفوا ليها الماء الكافي اللي غادي يطيب لينا به هاد الكسكسو كله، فانا رجعتها على الصدر ديالها. وكنضيفوا ماء غليان، يعني نحاولوا ما نمرقوش بماء بارد باش يجينا الكسكسو لذيذ. كنديروا الكمية الكافية ديال الماء من الاول، نحاولوا
وكنسدو على الكوكوط ديالنا. هاد الطوسي كيحتاج شويه الوقت في الطياب، فكنخليوها حتى شويه كيدخلها الطياب وكنحلو عليها. بالباقي المكونات غنحتاجو الخضر، واحد جوج حبات حتى لثلاثه ديال المطيشه اللي من الاحسن تكون طيبه، قرعه خضراء لي شو او المكور، قرعه حمراء، لفت البيض واللفت الاصفر، وخيزو. بالنسبه لهنايا الكميات ديال الخضر كتبقى كل واحد على حساب الرغبه ديالو وعلى حساب العائله ديالو، واش تياكلو الخضره مزيان او لا. وغنحتاجو الفول او الحمص مرطب ليله كامله، وممكن ديرو خليط ما بينهم بجوج، وقزبر ومعدنوس. هنا انا خديت نص كيلو ديال الكسكسو، بالنسبه للنوعيه ديالو كنستعمل هذا ديال داري، فخديت نص كيلو. وغادي نبداو اولا نضيفوا ليه الماء. انا كنستعمل هذا الكاس، كنضيف كاس ديال الماء، كيهز تقريبا كاس ديال العنبه وربع. كنحاولوا ان هذا الكسكسو يشرب لينا الماء اللي ضفنا ليه، كنبقاو نحركوه بيدينا، ومن بعد ملي كيشرب الماء كنضيفوا شويه ديال زيت الزيتون، تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، وكنحاولوا ما يكونش فيه كويرات، ضروري انه ما يكونش فيه كويرات. عاده انا ما كنغربلوش، وممكن الا بغيتوا ديروا الغربال وتغربلوه كما كتشوفوا باش تاكدوا ان ما فيهش كويرات نهائيا، يعني كسكسو اللي حبه على حبه. من بعد كيولي كيما كتشوفوا، غادي نرجعوا للطنجره ديالنا. بعد ما حليناها كنزيدوا ليها الخضر اللي غتحتاج واحد شويه الوقت في الطياب. انا ضفت هنايا لي شو او المكور، لفت خيزو، لفت البيض والصفر بجوج. وهنا غادي نسد بهاد بابي كويسون او ورق الطبخ، لان ما بغيتش نحول هادشي كله للبرمه، فبغيت عندي واحد الكسكاس اللي قد هاد الطنجره، فغندير غير البابي كيما كتشوفوا، وغادي نوضع الكسكاس ديالي من الفوق اللي درت فيه بطبيعه الحال الكسكسو اللي وجدنا، وكنخليوه يفور. هنا كنخليوه حتى كيخرج منه البخار مزيان، وكنحسبوا ليه واحد 15 او 20 دقيقه، يعني كيفور مزيان، ومن بعد كنرجعوه للقصريه. وغادي نعاودوا نفس العمليه، يعني غنضيفوا ليه واحد الكاس ديال الماء، كاس اللي كيهز واحد كاس ديال العنبه وربع او كاس وثلث ديال العنبه، مهم اقل من كاس ونص. كنحلو الكسكسو كله ما يكونش فيه كويرات، وكنرجعوه للكسكاس. هنا الا قدرنا نخليه واحد شويه حتى يبرد، يعني كيشرب هذاك الماء اللي ضفنا ليه مزيان احسن. ما كانش عندكم الوقت فغير حلوه ورجعوه للكسكاس ورجعوه يفور. وبنفس الطريقه كنخليه حتى يطلع البخار، وكنحسبوا ليه 15 او 20 دقيقه. انا كيعجبني الكسكسو يفور مزيان، غير ردوا ليه البال ما يتعجنش ليكم. وهنا كنرجعوه للقصريه. هنايا صافي بقات لينا غير الفوره الاخيره، انا كندير ثلاثه ديال الفورات. وهنا كنضيفوا الملحه، ما نساوهاش، كنضيفوا كاس مره اخرى ديال الماء. انا ضفت الملحه وكملت ضفت الكميه اللي بقات ليا ديال الماء، وكنحلوه يعني بنفس الطريقه. هنا بالنسبه للمبتدئات اللي ما غيستحملوش الحراره ديال الكسكسو، ممكن يديروا معلقه او الفوي ويحلو بها الكسكسو. صافي هنا كنخليوه في القصريه، عفوا غنضيفوا الزيت ما نساوش، نفس الكميه تقريبا واحد جوج ديال المعالق كبار او ثلاثه ديال زيت الزيتون من الاحسن، وكنحلوه كله بهذه الطريقه. هنا كاين الناس اللي كيديروا السمن في هذه المرحله الاخيره، انا ما تيبغيوهش ليا، فهو كيعجبني انا بالسمن، كيكون الكسكسو لذيذ ملي كيكون السمن في الكسكسو. وهنا كنضيفوا الخضر اللي بقاو، كنضيفوا القرعه الخضراء، الفول بعد ما قشرناه، والقرعه الحمراء قطعوها قطع، وربيطه ديال القزبر ومعدنوس، ومطيشه اللي بقات نحكوها او نطحنوها، انا كنحكها في حكاكه،
والقزبر والمعدنوس صافي، وغنغطيو على طنجرة ديالنا، غير كنغطيو عليها وكنخليو هاد الخضار شوية يدخلها الطياب، خصوصا القرعة كتبغي انها تكون طيبة مزيان، غير شوية. ومن بعد كنديرو الفورة الأخيرة، كنديرو الكسكسو بنفس الطريقة في الكسكس، وكنرجعوه يفور. وهنا واحد الملاحظة مهمة، ضروري ملي كنديرو الكسكسو يفور في كل مرة النار تكون عالية، يعني النار ما تكونش قليلة. هاد المرة كنخليوه كنقولو حنا حتى كيجمع، يعني كيتماسك، كيولي تقريبا كتلة واحدة صافي. وكنرجعوه للقصرية، كنقيسوه قبل باش نعرفو، كنقيسوه بيدينا كما شفتو، وكنرجعوه للقصرية نقادوه باش غادي نوضعو الخضر والمرق. وبالنسبة للمرق حاولوا انه ما يكونش كتير بزاف باش يجيكم الكسكسو لذيذ، يعني فقط القياس اللي غادي يسقي لينا، فكل عائلة والذوق ديالها. كاين اللي كيبغيو الكسكسو يكون فيه المرق بزاف، وكاين اللي لا كيبغيوه ناشف، فكل واحد غيدير على حساب الرغبة ديال العائلة ديالو. وكنبداو نستفو الخضر والدجاج او اللحم صافي، وهذا هو الشكل النهائي. ملاحظة واحدة اخرى مهمة نسيتها، فحاولوا انكم تسقيو الكسكسو هو مازال سخون، يعني ما يكونش بارد باش كيشرب لكم المرق وحتى الماء اللي كنضيفوا ليه في كل فورة، فما يكونش ما كتير باش الكسكسو يشرب لينا المرق ديالو ويجي لذيذ. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديالنا ديال اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة، والى اللقاء مع وصفة جديدة بإذن الله.